يلا ازيكم شباب، رجع لكم مقطع جديد. طبعا مقطع اليوم راح يكون تحدي التسديد. فكره المقطع مقطع اليوم راح يكون ثلاث تحديات، كل واحد راح يكون معه فرصه بكل تحدي. التحدي الاول راح يكون ضربات الجزاء، التحدي الثاني راح يكون التسديد من لمستين، والاخير راح يكون شو؟ ضربة حرة. شو كمان؟ التحدي الأول عليه نقطة واحدة، التحدي الثاني نقطتين، والتحدي الثالث ثلاث نقاط. واللي يجمع أكثر نقاط يفوز، والخسران ما له عقاب. اللي بيفوز يفوز. اللي يفوز يفوز، والخسران يرجع على بيته خسران وخلاص. يلا خش المقطع. شباب راح نبدأ هسه التحدي. أول تحدي راح يكون الجزاء، وأول واحد راح يبدأ أخو جانجين علي. من الأصغر للأكبر. أيوة. بالضبط. وانا راح اكون الحارس بالمقطع كامل. والله يا احسن واحد اتفق معك. حشوط بس انا حارس بال اوكي. صح، نسينا نقول انه مسموح انك تشتت اللاعب، فراح نبلش. يلا متاكد راح تسجل؟ متاكد؟ بو يلا بو 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 بو. والله ضيعها، والله ضيعها. دور مين هلا؟ صغير. هو اصغر منا؟ يا حريمي. جاهز؟ اكيد. يا الارجنتين يا ميسي. Are you gonna score؟ اكيد. Are you sure؟ of course. يلا فرجينا. ما حتسجل، ما حتسجل. I never miss. يا اخي يلا. يلا. مخبولة مخبولة. أول تحدي سهل، يعني المفروض الكل يسجل. صح، دور الحارس هلأ صار. يلا أنا راح دور الحارس. كاس فرصة واحدة. سموني جانجين بنالتي. بناتي بالديسكريبشن. الكاميرا طاحت يا جماعة، خلاص ضبطها. راح تسجل؟ أصبر عن الكل. فرجينا. كرنج. تشتيت تشتيت تشتيت. لك شو الحارس؟ صار دور الحارس، صار دور الملك، صار دور سيف كبير. خده جاكير، كلنا ثقة فيك. صد قدها انت، قدها. اوه عرفت انه حيروح على اليسار. طبعا يا جماعة اني وسيف وجانجير نقطة، علاوي صفر نقطة. خلص تحدي الأول وكنا بالمركز الأول إلا علي. يلا كل واحد عنده نقطة. يلا علاوي. يلا التحدي الثاني أنك تستلم الطابة بلمسة واحدة وتسددها بلمسة ثانية، وطبعا صديقنا سيف ما عرف يشرح لكم، بس سجل جول حلو. يس. من شروط التحدي أنك طبعا إذا استلمت الطبة وعبرت ما تخطى 16 انتهت فرصتك، يعني لازم تسدد الطبة قبل ال 16، تمام؟ لمستين، وشوفناكم المثال شلون راح يكون التحدي. طبعا شباب صار التحدي الثاني، أول واحد علي، يلا سيد كبير. يلا. يلا علاوي. حلوة. إيه؟ ولعب! احتفالية احتفالات، سو سو سو. سو. العب. صار دوري يا جماعة. يلا 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 يلا. اوه على الاستلام. يلا سيف، يلا ميسي. ميسي عن جد ميسي 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 ميسي. قبل نفس شو؟ أنكر ميسي. أنكر ميسي. أنكر ميسي. ميسي ميسي على قد مصرياتك. يا جماعة الله دوري، أتمنى أسجل، لأن إذا ما سجلت حكون آخر واحد بالترتيب. لحظة صمت. يلا هلا صار الوقت. لك علاوي شاهي. إعادة إعادة الترفيعة والاستلام. يا حبيبي هذا عم بيشوط علي. يلا إيبو إيبو. يلا حلو. يلا عادي، في تحدي ثالث. يا أخي التحدي الثالث صعب. دور مين؟ إيه والله صار دوري. طبعا شباب صار دور سيف. افضل واحد صراحه سيف، تسديداته حلوه من بعيد. طبعا الترتيب اني ثلاث نقاط، جانجين نقطه، علاوي نقطتين، سيف نقطه. صار دور سيف. يلا الترفيعه كان جت بنص الكاميرا، علاوي مشتريها ب 650 يورو. يلا سيف، هاي حلوه.
حلوة. لا يا اخي لا. لك ابلع. هي هي لعيونكم سي لعيونكم. قايم السي من 10. طبعا شباب اكتبون. اشبه باكيتا اشبه نيمار. سؤال، شو الفرق بيني وبين رونالدو؟ اوه شو الفرق؟ والله اسجل اهداف ويسجل كمان صح؟ جانجين شو الفرق بيني وبين رونالدو؟ رونالدو عنده جورجين انت لا. حلو هاي. طبعا شباب هسه اخر تحدي، تحدي عليه 3 نقاط كره ثابته من تقريبا 20 متر 22 متر. من هون راح نسدد النقاط هسه؟ علي 2، سيف 3، اني 3، جانجين 1. يعني هذا التحدي على 3 نقاط، اذا جانجين سجل واحنا ما سجلنا يفوز. اكو امل. يلا صادر علاوي جاهز؟ جانجين حبيبي بيض وجهنا على الاقل تصدي واحد. يلا العب. شالها. والله فكرت دخلت. ما دخلت. طبعا هاي نشوفها بالفار. اوكي؟ يلا روح. هدي هدي. لك من هين؟ ايه. ارفع. ما دخلت. ما دخلت. ما دخلت. رجعنا على الفار طبعا والطبة ما دخلت. علاوي ظل عنده. اسكت اسكت. كم نقطة؟ هو 3. يلا. 3 نقاط. نو جول. ما في. راح تسجل اكيد؟ لا والله صراحه. ليش ليش يو كان دو ات صعبه. يلا صار دور سيف الصغير. يلا يلا يلا. اسهل تحدي صراحه، اريد اصعب. منافسين ماكو. طبعا يا جماعه انا خسران تمام، بس بدي اسجل عشان ما اكون الاخير، على الاقل اكون الثالث او الثاني. صراحه شوفوا اثق بتسديدات جانج، عنده خوش تسديد. يلا جانجين. يلا جانجين تقدر، والله تقدر جانجين. يا زمن الاخير. والله لا طلعت، اقسم بالله لا تضبط ولا لا تضبط. طبعا جانجين الاخير اذا سيف يسجل اني هو نتعادل بالنقاط. احاول بكل طاقتي اصبطه. والله لا تخسر. طبعا سيف اوه شاله جول. شاله جانجين. والله الصراحه اريد منافس. هسه شوف تفضل يعني. شوف انا كمان حسجلها. شوف طلع طلع. يلا نقول ما في حارس. ما في يا جماعه. لا الديسكربشن لا تكتب. هذا خليك تضرب لك غزره. والاخير من ذل من ذل من مثل ما شايفين بالترتيب، الاول الثاني الثالث الرابع. حبيبي وصلنا لنهاية التحدي. ماكو حماس صراحة. ليش ماكو حماس؟ لأن ماكو منافس. ماكو منافس. جانجين تسديداته لك وعليها، علي يعني سوى اللي عليه، سيف شبير سوى اللي عليه، بس المنافس سيف. يعني جيبوا لي لاعبين أكثر. اسكت اسكت. ليش ليش مقهور؟ المفروض تفرح أنت. يا جماعة قناتي بالديسكربشن، فرحوني إن شاء الله. فرحوه غطية، اشتركوا بقناته، لايك اشتراك، اكتبوا لنا أفكار. حبيبي صورة المقطع.